كونغرس وومن. Thank you so much for making time. شكرا جزيلا على وقتك وعلى قبول الدعوة. يسرني أن أكون معك. السؤال الذي أطرحه أنا ويطرحه آخرين في الولايات المتحدة هو أن صوت المرأة في هذه الانتخابات سيكون صوتا محوريا. وأنت كسياسية لما ترين هذا النقاش حول النساء وحرية النساء أو حق الإجهاض وغيرها، ما هو رأيك في هذا الالتفات المسألة؟ طبعا نحن ما زال أمامنا 76 يوما، وأنا أعمل مع النساء منذ فترة طويلة. أنا جئت في السنة الأولى سنة المرأة، وما حصل هو تقدم مستمر خاصة لدى نساء الضواحي، وأعتقد أنهن سيؤثرن إلى حد كبير في هذه الانتخابات. المرأة في الضواحي تشعر أن صحتها الإنجابية على المحك، وهي لديها مواقف قوية في هذا الإطار. أعتقد علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع على مستوى أوسع. لابد أن نعرف، مثلا نتذكر ما قاله المرشح لنيابة الرئاسة عن المرأة مع الهرر وغيره، وهو أمر سيء. كل ذلك لابد من أن يتوقف. علينا أن نصل إلى الوسط المعتدل لحل هذه المشاكل، ولا يمكن أن يحصل ذلك عبر انتقاد المرأة ومهاجمتها. نعرف أيضا أن أعضاء جمهوريين من الكونغرس قالوا للمرشح الآخر توقف، عليك أن تتوقف من المهاجمة وأن تتكلم بطريقة تحترم المرأة. سنرى ردة المرأة حول هذا التصرف. لو ننظر إلى مكاننا اليوم، فإن جيلك مثلا، هل توقعتم أن بعد 50 سنة ستكون مسألة الإجهاض على المحك مرة أخرى؟ هل نحن نعود إلى الوراء أم نذهب إلى الأمام؟ عندما حزبك اليوم يجعل من شعار الليلة الكفاح من أجل الحرية، ماذا يعني هذا؟ ونحن نتحدث عن نظرة الناس خارج الولايات المتحدة لأمريكا. نعم، شكرا لك. أعتقد أن ما نراه هو رغبة حقيقية للتقدم. لا نريد العودة إلى الوراء وأن نكافح مجددا منذ أو لأمور كافحنا من أجلها في الماضي. المرأة تقول نريد فقط أن نكون منطقيين، نريد حماية الرعاية الصحية للمرأة ولا نريد العودة إلى الوراء. فلنتوقف عن الشتائم وعن المهاجمة. الحزب في البيت الأبيض دائما هو الذي ينظم المؤتمر الأخير. ما زالت أمامنا 76 يوما وأمور كثيرة يمكن أن تحصل، وأعتقد أنك رأيت ذلك. هناك زخم مدهش وحماسة كبيرة وحيوية وإيجابية، وأتمنى أن يؤدي ذلك إلى الفوز. لدي عدة أولاد أتصل بهم دائما، يقولون الحماسة مدهشة، هناك طاقة كبيرة، ألا ترى ذلك؟ أنت عليك أن تكون أيضا موضوعيا، ولكن أليس كذلك؟ السؤال مرة أخرى هو لديك ذاكرة سيئة في ما يتعلق بتاريخ الانتخابات. تقول ذكرى جيدة أو سيئة؟ لديكم ذاكرة سيئة. أتحدث عن خسارة هيلاري كلينتون في سنة 2016. الآن نحن نواجه نفس الوضع، هناك هاريس مقابل ترامب.
وهل أن حزبكم جاهز؟ وأنا أطرح هذا السؤال لأن الإمكانية واردة. أعتقد أننا في وقت مختلف. الأمر يبدو وكأن المعادلة هي نفسها، ولكن لا أعتقد ذلك. أعتقد أن النساء غاضبات لمعاملتهن بهذه الطريقة، وهيلاري أيضا تمكنت من كسر جزء كبير من هذا الزواج. تقدمنا كثيرا، هيلاري وأنا لدينا أحفاد مشتركين، ابني متزوج من ابنتها تشيلسي، وهي مؤرخة وامرأة ممتازة. لم توقع الكثيرون أن تخسر، لكن عندما خسرت بدأنا نعزز من قواتنا ونعزز من طاقتنا. أعتقد أن المرأة لن تخسر مجدداً، على الأقل أتمنى ذلك. أود أن أتقاسم معك مقولة فرنسية. الفرنسيين يقولون عندما تحتاج أن يتحدث عنه اطلب من الرجل، ولكن إذا أردت أن إنجاز شيئا ما فتحدث إلى المرأة. فهذا، هل هذا ينطبق؟ أعتقد أنك زوج ممتاز، أليس كذلك؟ أعتقد أن المرأة تقول ذلك اليوم، تقول حسنا كفى كفى. يمكننا في موقعنا أن نأتي بالتغيير، هذا ما أسمعه، خاصة المرأة في الضواحي تعتقد أن ما حصل لا يجدر أن يتكرر. أعتقد أن نسبة التصويت ستكون كبيرة لدى المرأة، كذلك المرأة والنساء من أصول إفريقية، وهناك نشاط كبير من قبل النساء في المدرسة وفي الجامعة. لا يمكنك أن تتصور أهمية هذا العمل، خاصة المرأة من أصول إفريقية أو لاتينية. أعتقد أن نسبة المشاركة للمرأة ستكون كبيرة جدا. هناك الكثير من النشاط ومن الإيجابية ومن الطاقة، ونحن نتابع ذلك. أعتقد أننا سنفاجأ، وأنت أيضا. فيما يتعلق بالليلة الماضية وخطاب السيدة ميشيل أوباما، فإنها عبرت بكل وضوح على نظرتها لما يحدث في الولايات المتحدة ولهذه الحملة الانتخابية، وقالت تحرك وقم بشيء ما. كانت ممتازة. كذلك زوج كامالا هاريس دوغ إمهوف كان ممتازا أيضا. وهيلاري كلينتون قال لا يكتفي أن نتذمر، علينا أن نفعل. يمكننا أن نتصرف، يمكننا أن نتنظم لو كانت لدينا الطاقة، ولا يمكننا فقط أن نقول صوتي لن يؤثر. كل صوت يؤثر، وكل صوت يمكن أن يكون أهم صوت في حياتنا. الليلة سيكون لدينا متحدثة أخرى، وهي نانسي بيلوسي. هذه السيدة كان لها تأثير عميق في الحزب الديمقراطي، وخاصة في ما يتعلق بإقناع السيد بايدن من الخروج من السباق. ماذا تتوقع منها الليلة؟ دعني أتكلم عن نانسي بيلوزي. أنا خدمت معها، ونانسي بيلوزي معروفة لاحتسابها للأصوات دائما في الكونغرس. عندما تريد أن تمرر قانون تتأكد من أن الأصوات موجودة لتمريره. هذا ما سنراه
الآن ما زالت أمامنا 76 يوما، علينا أن نحتسب الأصوات، وهذه ستكون أعتقد رسالتها، وهناك جمهور متحمس إلى حد كبير. أود أن أطرح سؤال آخر حول مسألة جيلية. هذه المرة الثانية في 12 سنة حيث الحزب الديمقراطي قدم امرأتين كمترشحتين للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون أولا والآن كامالا هاريس، واليوم سنتحدث عن الإجهاض وحقوق المرأة. هل أنتم بالتالي كحزب تعتبرون أن مسائل المرأة هي ذات أولوية في إطار سياساتكم العامة؟ أنت جيد جدا أتدرك ذلك. سؤالك مهم. السؤال هل أن البلاد جاهزة لامرأة رئيسة؟ أعتقد ذلك. عندما خسرت هيلاري وفاز ترامب، وأنا لا أحب أن أتكلم عنه ولكنه سلبي إلى حد كبير، وهو يواجه قضايا كثيرة أمام المحاكم، ربما هو مذنب أم لا، كثيرون يعتقدون أن ما قاله غير مقبول، ولكن البعض الآخر يعتبر ذلك مقبولا. كثيرون يدركون أنها فكرة سيئة جدا أن نعيد هذا الرجل إلى الرئاسة. نحن على استعداد للمرأة، لمرأة رئيسة، ألا تعتقد ذلك؟ شكرا على المساعدة. هناك سؤال آخر. هيلاري كلينتون، عفوا سأعود إلى جيمي كارتر أولا. جيمي كارتر الرئيس السابق قال أنه يريد أن يعيش حتى يصوت لهاريس. ما هو شعورك حول هذا، حول ما قاله؟ No. طلب من الله أن يبقيه على الحياة حتى يصوت لهيلاري كلينتون. لم أفهم السؤال، هل تعيد السؤال؟ الرئيس السابق جيمي كارتر قال أنه يدعو إلى الخالق لكي يبقيه على الحياة حتى يصوت لصالح هاريس ويراها تصبح رئيسة. هذه مقولة عاطفية جدا، نعم أعرف ذلك. لست متأكدة من أنني فهمت السؤال، ولكن هناك انتقال مهم للغاية بعد أن انسحب الرئيس بايدن ليعطي فرصة لكامالا. ذلك يظهر الكثير من التواضع والقوة. أنا خدمت مع بايدن، هو رجل ممتاز، هو يختلف تماما عن الرجل الآخر. لست متأكدة أنني أجيب عن سؤالك، ولكن ما نراه أعتقد هو تحول، وجيمي كارتر هو خير مثال للرجل الطيب. أشخاص كانوا في السلطة يقولون علينا أن ننتظر وأن نفهم كيف يمكننا أن نغير من مسارنا. وأنا شخص من الوسط، ونعرف أن البلاد منقسمة إلى حد كبير، علينا أن نوحد البلاد. نعم، ما كنت أود أن أقوله هو أننا كلنا نعلم أن الرئيس السابق كارتر مريض الآن، وقال أنه يأمل أن يبقى على قيد الحياة حتى يصوت لصالح هاريس وحتى يراها تصبح رئيسة. نعم،
أمر مؤثر إلى حد كبير، هذا ما يشعر به كثيرون. كنا نتكلم نحن في الكونغرس، يقولون علينا أن نكون هنا عندما يحدث ذلك، وأنا تأثرت كثيرا. سؤالي الآخر بعيدا عن مسألة النساء ويتعلق بالرئيس السابق بيل كلينتون والذي سيتحدث الليلة. جيد جدا، دائما يصيب في كلامه، وهو جد أيضا ممتاز. لدينا أحفاد مشتركون نتعامل معهم أنا وهيلاري، ولكن عندما يأتي هو ممتاز مع الأولاد، وهو أيضا رجل خاص جدا. عندما تلتقي به يتكلم مباشرة لك، ينظر إليك مباشرة، لا يرى من في القاعة. هو شخص فريد من نوعه ومدهش. ماذا تتوقعين منه الليلة وهو من أحسن المفسرين الديمقراطيين؟ لكل من يشاهد أعتقد أنه سيوجز كل شيء، سيقول هذه هي المسائل، هذا ما هو أمامنا، هناك بعض الصعوبات أو العراقيل، ولكن علينا أن نستمر. أعتقد أنه سيفاجئ الجميع. أنا أيضا أحب هيلاري، ولكنه شخص ممتاز وجد ممتاز. ما قلته ممتاز اليوم، وأود أن أطرح عليك سؤالا آخر. هل يمكن لك أن تقول لنا شيئا حول هيلاري وبيل لا نعرفه ولا نراه؟ وأبقى ضمن العائلة. أنت تابعت حملة هيلاري الانتخابية، الصحافة كانت قاسية جدا معها عندما خاضت الانتخابات، وأصبحت ربما أكثر حذرا، والبعض اعتبر أنها تفتقد بعض الحرارة البشرية، ولكن هذا غير صحيح. هي تختلف عن بيل، هو شخص ينفتح بسهولة كبيرة، هي مختلفة. وعندما كانت الصحافة قاسية معها إلى حد كبير، أثر ذلك عليها. أنا كنت مراسلة، عندما تكون مع الصحافيين أنا أراها تحاول أن تتوخى الحذر، وأحياناً فسر ذلك على أنها ليس لديها ما يكفي من الحرارة، ولكن هذا غير صحيح، كانت فقط حذرة. وأعتقد أن الجمهور لم يفهم ذلك، هي امرأة مدهشة. شكراً جزيلاً سيدة مارجوري مارغوليس، شكراً جزيلاً على وقتك. شكراً، حافظوا على هذا الشخص. وأنا أقدر وجودك الليلة، شكراً جزيلاً.